السلام عليكم، كديرين؟ لاباس عليكم؟ تنتمنى تكونوا بخير. معكم قناه الزهره الوردانيه. غندير معكم الرز. عندي جوج بصلات كبار، عندي جوج مطيشات، القرفه، العطريه الهنديه، الخرقوم بلدي، شكنجبير، جوج طومات، الزيت، الملحه، البزار. اللي ما عنده العطريه الهنديه تاع الرز، البديل ديالها كاينه النجيمه، القرفه، القرنفل، حبه الهيل. هاد العطريه تلقاوها في المحلات ديال باكستان وديال الهنود. وعندنا دجاجه، دجاجه كبيره مقطعه طرفي صغار، وعندنا جوج حكاك ديال الياغوت. هادو هما المقادير. هذا المقادير اللي قلت لكم دابا ديال كيلو ديال الرز، الرز الابيض كيلو، واللي غايدير قل راه يدير قل. انا دابا كاينه في المغرب غنديرو اكثر مع عائله كثيره، غندير كيلو. بسم الله. عندي كاس تاع الزيت، النص زيت الزيتون، نص زيت العاديه. عندي جوج بصلات كبار، نقطعهم رقاق باش ملي نطيبهم مع الرز ما يبانوش. نبداو نحركوها كي تهبط البصله مزيان. غنزيدو الدجاج، الدجاج مقطعينو طرافي رقاق. غنقليو الدجاج مع البصله والزيت. غنزيدو العطريه دابا اللي عندنا، غنديرو معلقه كبيره ديال سكنجبير. معلقه كبيره ديال الخرقوم البلدي. والقرفة. وشوية ديال البزار. والملحة. الملحة كل واحد يدير على حسب الذوق ديالو. هذه العطرية ديال الرز. هذا الرز تيجي رائع. تيجي بنين بزاف. ديروا عشق كبير. عندي جوج مطيشات محكوكين. ها هو الدجاج طاب. غنزيد واحد جوج طوماط محكوكين، وغنزيد واحد جوج حكاك ديال الياغوت. هنخليه يطيب واحد شويه ونرجع معكم. درت الماء طاب، وغنزيد فيه واحد جوج معالق كبار ديال الزيت.
غنزيد أريضة، قرفة، حبة الهيل، قرنفل، عندي كيلو تاع الرز، رز ابيض، رقدته في الماء نص ساعه وصفيته وغنسلقه، يتسلق حتى يطيب. الرز تاعنا طاب، هو دابا راه طاب، كل حبه بوحدها. غنصفيه ونرجع معكم. غندير واحد شويه ديال لاصوص وشويه ديال الدجاج باش ندير عليهم الرز من الفوق. هاد الاكله تجي رائعه، تجي بنينه بزاف. هذا الرز تجي بنين. هنزيد النص ديال الرز من الفوق. وغنزيد ديك المرقه اللي بقات والدجاج من فوق ديال الرز. غنعاود نزيد الرز من فوق. وغديرو الزعفران في الماء حتى يطلق وتزيدو في هذاك الرز. البنه تاع الزعفران تجي رائعه مع هذا الرز. ها هو الرز تاعنا، تجي رائع. جربوه واذا عجبكم تفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، ودروا ليا لايك حتى الفيديو القادم.